على اي تحيه نضاليه لكافه قواعد اطول علا المعطله، لكافه جماهير الشعب المغربي، كل المناضلين تغير عن الحقوق والمكتسبات ديال الشعب المغربي بصفه عامه. نجدد التحيه والتحيه ايضا لكل المتضامنين، سواء من الفعاليات المدنيه والحقوقيه، ربما الحزبيه المتضامنه مع يعني ربما المحنه ديال الاطول العليا المعطله ومحنه الاطار عبد الوهاب زيدون والشهيد يعني الشهيد عبد الوهاب زيدون، وايضا يعني المصاب محمود الهواس. ربما يعني الشكل ديال اليوم هو جاء يعني استمرارا ربما الاسبوع ديال ديال ديال, ديال الشهيد اللي هو خطرنا لهم طبيعه الحركه اطول العليا المعطله، كلنا صرخاء من اجل انصاف الشهيد عبد الوهاب زيدون والمصاب محمود الهواس. لذلك اليوم هو يوم تالي على اساس بان برنامجنا يعني ربما الذي سطر من قبل من طرف اللجنه التحضيريه ديال انصاف الشهيد والمصاب التي ضمت يعني الاطر العليا المعطله والاطر المجازه، يعني حتى يعني واحد النوع ديال يعني انصاف الشهيد بالصيغه ديال الاطر، يعني بالصيغه ديالنا اللي احنا لم نمتلكها بطبيعه الحال، حتى لا تنسى القضيه وحتى لا تطوى وحتى نجعل بطبيعه الحال النظام المسؤول بشكل مباشر على المحرقه ديال عبد الوهاب زيدون والاصابه ديال محمود الهواس، ويعني بالموازاه مع ذلك ايضا يعني جميع الاصابات اللي يعني طالت الاطر العليا المعطره والمجازه. اذا يعني ربما البرنامج ديال اليوم ياتي استمرارا البرنامج ديال يعني اليوم امس ويوم قبل امس بطبيعه الحال، يعني يوم الجمعه والسبت واليوم الاحد البرنامج ديالنا سوف يستمر وسيستمر يعني يوم غد الى حدود يعني يوم يعني ربما يعني الخميس يعني المقبل، على اعتبار بان يعني احنا كما يعني كنا نعتقد بان الاستشهاد ديال عبد الوهاب زيدون راه هو يعني استشهاد جاء يعني كنتيجه مباشره يعني الحصار اللي تم يعني فرضه من طرف يعني المخزن وربما الاجهزه القمعيه على الملحقه ديال التربيه الوطنيه، يعني بناء على معركه نضاليه خلطها الاطر العليا يعني في ذاك الموقع. وعلى هذا الاساس يعني بناء على تراكمات ديال ان النظام القائم للاسف الشديد لا يريد حد الان ويأبى يعني ويرفض ان يفتح اي تحقيق اللي هو يعني مستقل في القضيه، اذا كان رد فعلنا احنا كاطر العليا المعطله هو ان نكتف الاحتجاج وان نكتف الضغط، يعني ربما ولا يعني نكتف الضغط من اجل انصاف ديال الشهيد والاطار عبد الوهاب زيدون، وحتى نجعل النظام لا يعيد الكرم بطبيعه الحال، وربما ويقتل من يشاء من المناضلين ويعتقل من يشاء من المناضلين. لذلك ربما قبل ان اعرج على البرنامج ديال اليوم، يعني ربما في علاقتنا مع الاطر العليا المعطله حاضرا في علاقتنا مع الراي العام، نهدد ربما الممارسه اللي هي قمعيه نعتقد ربما تعرض لها يعني ربما مجموعه من الصحفيين الان، يعني في الوقت اللي ربما احد الاطارات اللي محسوب على يعني اللجنه التحضيريه والاطر العليا والمجازه كان كيقوم بواحد النوع ديال يعني تصريح صحفي، يعني الهيئه صحفيه يعني معينه، ربما الجميع لاحظ كيف ان الاجهزه الامنيه تعاملت بواحد يعني ربما بالطرق اللي هي يعني عهدناها يعني في طريقتها للقمع حريات، قمع يعني حريه الصحافه، قمع يعني حريه التعبير، يعني نجدد احنا كاطر عليا معطاه بطبيعه الحال ومجازه الرفض ديالنا التام لهكذا ممارسات اللي ربما يعني تتصادم وواقع الحريات وواقع يعني ربما الشعارات اللي هي مرفوعه الذي دائما ما نسمعه يعني في وسائل الاعلام الرسميه وربما يتبجح بها المخزن بطبيعه الحال في علاقته مع الراي العام الدولي والمحلي، ونحن نؤكد على ان هذه الاشياء كلها راه عباره عن اكذوبه بطبيعه الحال، هي يعني في حقيقه الامر هي مكياجات اللي تزين الصوره، ولكن الحقيقه هي التي رايناها الان ولا حريه ديال التعبير، هناك قمع بطبيعه الحال وربما يعني استمرار يعني الممارسات اللي كنعرفوها وقمع مجموعه من الصحفيين اللي نحتاج لان يعني نذكروا هذه الاشياء. اذا نستهد القوس واقول البرنامج ديال اليوم غادي يكون عباره عن يعني دردشات ربما اللي غادي يفتحها مجموعه من المناضلين يعني في السياق في القضيه ديال استشهاد عبد الوهاب زيدون، يعني السياق فين جا الاستشهاد بطبيعه الحال، وربما الاليات اللي احنا كنشوفوها كاطر عليا بطبيعه الحال ومجازه من اجل الانصاف ديالو، يعني من اجل دفع النظام القائم على اساس فتح تحقيق وانصاف الشهيد والمصاب والتعويض بطبيعه الحال على 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 كل هذه الاشياء، يعني بالموازاه مع هذه الدردشات هكذا اللي غتفتح في الجانب بطبيعه الحال، هناك رواق يعني ربما يعني مناشده للاطر المجازه والمعطله ان تتعاطى بشكل قوي، وايضا ان تاخذ المبادره على اساس هي تكلف
يعني بالشرح هكذا يعني رواق يعني في علاقتها مرة يلعب، لأن الحقيقة شنو هي؟ هو أن احنا يعني كمعطلين نفهم جيدا يعني ربما يعني الحيثية ديال 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 الإشكال إلى غير ذلك، ولكن كان هناك واحد الإشكال اللي هو خطير جدا وربما مشكل بالضرب ما كان أننا نعالجه، هو أن الرأي العام لديه صورة مغالطة لهذه الأشياء. إذا المهم احنا يعني نوضحوا الصورة للرأي العام، لذلك رجائي من يعني ربما المناضلين يعني الاحرار ان يكون يعني قموا بهذه المهام بشكل اللي هو قوي ووضحوا يعني الصوره الحقيقيه ديال الاستشهاد ديال الاطار والملابسات ديالها. يعني ربما هذه الفقره الاولى. الفقره الثانيه هو غادي ربما في اطار بشكل اللي هو كبير من بعد الحال ديال اللي غادي يتفتح غادي نعرفوا فيه على يعني يعني المشاركات اللي اعتقد بان جاءت من مجموعه من المشاركات من الاطار على اساس انه ابداعات الى غير ذلك، وايضا هذه مناسبه اللي عنده مازال شي مشاركه والابداع يعني استطعتوا ان يتصل بشكل مباشر مع احد اعضاء ديال اللجنه التحضيريه ويتم يعني ادراجها في البرنامج، يعني هذا الشيء يعني في المرحله الثانيه. اذا كان هذا هو يعني البرنامج العام ديال اليوم، ربما تاكيد الارضيه ديال ما يعني ما سبق، ونتمنى ان الاطر تعطوا بشكل قوي مع المساله، لان المساله مساله شهيد وقضيه يعني ربما يعني قضيه ليست بالهينه وليست سهله يعني جدا، ومفترض ان الاطر يتعاطوا معها اكثر مما يتعاطوا مع الاشكال ديالهم اللي هي خاصه الاشكال الطبيعيه التي نحن ورثناها.